نوجه رسالة من هذا المنبر الشريف ومن هذا المكان الطاهر، رسالة إلى الحكومة العراقية، ونحسب أنهم يبتغون الأمن لهذا البلد، ونحسن الظن بالسيد رئيس الوزراء الذي نرى فيه الخير إلى الآن، ونقول إن البلد قد عانى ما عانى، وإننا لسنا كما يدعي البعض أقلية، نحن مكون أصيل عريق، إن في العراق وحده ما يزيد عن 500 صحابي روت دماؤهم وأرواحهم هذا البلد وفتحوه. فالتهجم المستمر والاستفزازات التي تكررت خاصة في مدينة الأعظمية لا تنم عن خير، ولم تكن حوادث آخر رمضان آخر الأمر، بل تكررت بعد ذلك. فهذا النداء إلى السيد رئيس الوزراء، بعد أن تحدثنا مع السادة المسؤولين في الداخلية وغيرها أن الأمر لا يحتمل أن نكون حقل تجارب مرة أخرى، إن هنالك من المفتنين من يحاولون إفشال الحكومة بزعزعة النظام وإيقاظ الفتنة، وعلى الحكومة أن تكون واعية حاسمة في هذه القضايا. وإن أهل السنة والجماعة هم عراقيون لهم غير على هذا البلد، ولكن لا نرتضي أن نكون لقمة سائغة لكل متنطع وفاشل بالتجاوز. فأهل السنة امتداد للعالم الإسلامي، ونحن الأمة، لا ينبغي أن يظهر كل يوم شخص ليقول أكثرية وأقلية، هذا الكلام لا يليق بالأشراف. وقد قال الشاعر الجاهلي: تعيرنا أنا قليل عديدنا، تعيرنا. وهذه عادات الجاهلية، التعيير بالأكثرية والأقلية. تعيرني أنا قليل عديدنا، فقلت لها: إن الكرام قليل، وما ضرنا أنا قليل، وجارنا عزيز، وجار الأكثرين ذليل. الكثرة عند الله لا تنفع، والشجاعة ليست بالكثرة، ولسنا في مضمار حرب وصراع لكي يظهر المفتنين ليعلنوا هذه القضايا كل يوم وآخر. فهذه رسالة إلى الحكومة أن تتخذ إجراءاتها، فإن لم يكن هناك إجراء فأهل السنة في العالم ليسوا قلة، ولا نريد أن هذه القضايا تحل خارج البيت العراقي. نحن عراقيون، ينبغي أن يكون فينا عقلاء ليحلوا هذه القضايا داخل البيت العراقي، فلا نجعل البعض يفكر في حلول خارجية وهذا لا ينفع الجميع.